عيسى وإن كان محسن أرجين الاثنين، نعود من حيث بدأنا. عم بيقول عيسى سالم قبل فياريال، وفياريال ما كانت لتحدث يا محسن لولا رؤية 2030. صحيح صحيح صحيح. يعني اللاعبين اللي انتدبوا للأندية الإسبانية ولا اللي طلعوا اللاعبين في الاحتراف في الفترة ذيك الاحترافية، سالم من اللاعبين اللي استثمرها بشكل ممتاز. نعم. أعطيه فرصة واستغلها، رجع لاعب ناضج، لاعب عنده استمرارية تقريبا من 12 سنة، متطور، صار عنده خبرة تراكمية مع كثرة المباريات. من أفضل اللاعبين السعوديين في آخر 10 سنين. نعم. وأتوقع من أفضل 3 لاعبين في تاريخ الهلال. طبعا عندما نشيد بمن يقدم، بمن يبصم، بمن يرفع رأس ليس بلاده بس، رأس العرب أيضا. اليوم كنا نتمنى فعلا الأهلي المصري، والأهلي قدم وأشدنا فيه، لعب وقدم اللي عليه. لكن اليوم لما منشوف حد متميز نشيد فيه. الهلال اليوم يقدم إنجاز تاريخي بناقص الصفوف، ورغم أنه فعلا يعني ظروفه ليست الأفضل والأكمل والأمثل، لكن دائما الهلال يتعملق على ظروفه ويصنع الفرحة لعشاقه. شكرا لك عيسى الجوكم، شكرا لك محسن الحارثي، محللي صدى الملاعب، ويبقى الشكر لكم إخوتنا المشاهدين اللي دائما صدى الملاعب خياركم على ريموت كنترول.